هاي، نوصل للجزء الأخير من بزنس مانج مع مزيد من الأخبار والأرقام. فحصت قطاع السيارات كبيرة بحلقتنا لليوم، ومن المبيعات المحلية منروح لمبيعات أودي العالمية، حيث بيعت أودي خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 412,850 سيارة بزيادة 11.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013. وبلغت المبيعات 2,565 سيارة بالشرق الأوسط، وتصدر طراز Q7 مبيعات أودي بالشرق الأوسط مع 536 سيارة، من وراء A6 مع 400 سيارة مباعة و Q5 مع 389 سيارة. وبقيت الإمارات العربية المتحدة أقوى سوق لأودي بالشرق الأوسط مع 1,138 سيارة مباعة بالربع الأول وحده. وبلغت مبيعات أودي بأوروبا حوالي 200,000 سيارة، مرتفعة بنسبة 6.8% عن السنة الماضية. وبالصين بما فيها هونغ كونغ، بيعت أودي 124,520 مركبة بالربع الأول من العام الحالي بزيادة 21.1%، وارتفعت المبيعات بالولايات الأمريكية ل 35,228 سيارة بزيادة 3%. من السيارات الألمانية الصنع ننتقل للعملاق الكوري، حيث توقعت شركة كيا موتورز، الشركة رقم 2 لصناعة السيارات بكوريا الجنوبية، أنه توصل مبيعاتها العالمية ل 30 مليون سيارة هالشهر بعد 52 عام من إنتاجها لأول سيارة. وبحسب إحدى وكالات الأنباء الكورية الجنوبية، بلغت مبيعات كيا التابعة لمجموعة هيونداي موتور منذ عام 2000 نحو 29 مليون و 900 ألف سيارة مع نهاية نيسان، يعني نحو 30 مليون سيارة. وقالت الشركة أنه مبيعاتها بلغت 260,000 سيارة كمعدل شهري ب 2014، وبالتالي أصبح من المؤكد أنه رح تبلغ الرقم 30 مليون بنهاية الشهر الحالي، وأن نموها انطلق بعد انضمامها لهيونداي موتور بعد أن تجاوز مبيعاتها السنوية 1,000,000 للمرة الأولى ب 2004. وبالعام الماضي بعت أكثر من 2.82 مليون مركبة. يعني في ناس بتفكر أنه هيونداي هي منافسة لكيا، فهون هون بين الخبر هالشيء طبعا. واضافت كيا انه سياره برايد المتوسطه الحجم اللي انتجت لاول مره بسنه 1987 بيع منها 3.5 مليون سياره، وهالشيء بيجعلها السياره الافضل مبيعا، ومن وراها سياره سورنتو وسياره الدفع الرباعي سبورتج الاكبر حجم اللي بدا انتاجهم بسنه 1993 وسنة 2002 على التوالي. كما أشارت إلى أن مبيعاتها بالخارج ارتفعت، وزاد متوسط سعر السيارات المباعة بالخارج من $1,400 إلى $13,800 ب 2013، وبتبيع كيا منتجاتها حاليا ب 170 دولة بجميع أنحاء العالم. مين منا ما بيعرف متاجر بيع الملابس الفاخرة بالتجزئة ماركس أند سبنسر، وبالأخص أن منتجاتها أصبحت بمتناول المستهلك اللبناني من بعد افتتاحها لأول فرع بلبنان بمجمع بيروت سيتي سنتر. السلسلة البريطانية أعلنت الأسبوع الماضي أنها رح تفتتح 100 متجر بالهند بحلول عام 2016، وكانت الشركة يلي بتدير 40 متجر بالبلاد عم تخطط بالعام الماضي لفتح 86 متجر بس عم نحكي بالهند. وبالعام الماضي قال الرئيس التنفيذي للشركة مارك بولند أنه الشركة عم تخطط لتقديم المزيد من الملابس الأنيقة والعصرية للهنود. وكشفت مارك أند سبنسر عن تراجع أرباحها السنوية للعام الثالث على التوالي، حيث انخفضت الأرباح الأساسية قبل خصم الضرائب ل 623 مليون استرليني بالعام المنتهي بأدار. مع ماركس أند سبنسر بتكون انتهت حلقة بزنس ماج لليوم. نشوفكم بحلقة جديدة الأسبوع المقبل الثانين الساعة 10 على المستقبل. أرقام عن أرقام بتفرق، بزنس ماج كل الأرقام الأساسية. باي باي.